السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معي البنات في فيديو جديد. الفيديو ديال هذا النهار غادي نشارك معكم نهاري أو لا سبيسيالمون الكوزينة. نهاري في الكوزينة كيف كتشوفوا معايا البنات؟ فقت صباح فطرت وبديت كنجمع هكذا في الكوزينة، فما كاينش شي وحدة خاطيها الماعن. ضروري ضروري هادو هما الحاجة الوحيدة اللي ما كتقاداش في الدار. كيف كتشوفوا معايا هكذا كانت عندي الكوزينه شويه مرونه، قلت نغسل بعد داك المعنات باش عاد نقدر ندوز لشحال من حاجه. صافي كيف كتشوفوا معايا كنغسل معناتي وغادي نجمع البوطاجي هكذا باش نقدر ندير لي بريباراسيون ديالي على خاطر خاطري. ايوا وهذا مكان، خليكم معايا تنشوفو نغير ما كي غادي يدوز. ابخي البنات كما كتشوفوا هكذا من بعد ما غسلت داك المعنات كانت عندي هاد الحليوه هنايا، كنت صوبتها كتجي زوينه وكتعجبنا بزاف هكذا، فانا هكذا زولتها وديتها في الطويصه باش غادي نستعمل داك البول. غادي ندير فقاس نشاركو معكم البنات، ساهل ماهل كيجي رائع. ايوا صافي هانتوما، كنت دايره هنايا الزنجلان حمرتو باش يجينا كمقرمل. غادي نخليه على جنب وغادي نغسل داك البول فاش نوجد الفقاس ديالي. وهنايا خديت شويه د النافع، فغادي ندير فقاس غير بالنافع والزنجلان بلا لوز. هكذا الواحد كيبغي له انسان يشرب كويس ديال الاتاي مع فقيق صاص كيجيو زوينين هكذا في العشيه ولا في الصباح ولا مع قهوه. ايوا البنات خليت داكشي في الجنب ومشيت نكمل الغدا ديالي. كنت دايره اللوبيا كتسلق وغادي ندير لها دابا هكذا مطيشه، كنحك لها مطيشه ديالها والبصيله باش نوجد الغدا. كندير هكذا وهكذا او ميم طون، يد في الطياب ويد في الفقاص. ايوا الحمد لله هكذا الانسان فاش كيتلاها مع شغل الدار راه ما كتحسش كاع بالملل. الناس اللي كيقولوا الملل والقنطه وما عرفت شنو، ما علينا غير نصبروا فتره وغادي يدوز ونرتاحوا ان شاء الله. من بعد احنا العيالات راه ما غاديش نقنطوا مع شغل الدار ومن هادي لهادي، وما كاينش القنطه. ايوا اش غادي دير، الحمد لله على كل حال والله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي ونتفائلوا خير، غادي نلقاو غير الخير ان شاء الله. انتما كيف كتشوفوا حاولت انني الماء اللي قصتهم نغسلهم عاوتاني. صافي البنات هنايا جيت باش نبدا الفقاس ديالي. اللي مقاديرو ساهله وموجوده في اي بيت اقتصادي، الانسان بعدا كيعرف راسو شنو غادي ياكل، الحاجه كيصوبها بيديداتو ماشي بحال كيشريها من الزنقه. فاحنا هكذا منها نتلفوا الوقت، منها نستغلوا الوقت اننا نديروا الحاجه بيدينا في الدار. اللي ما كانش كيقدر يديرها يديرها دابا. ايوا صافي البنات كيف كتشوفوا هنا بالنسبه للمقادير، خديت ثلاثة ديال البيضات، فانا يعني ما غاديش ندير كيلو بزاف عليا، ندير غير القياس اللي غادي يتنكل. درت ثلاثة ديال البيضات وكاس ديال السنيده، نتوما ديروا بقياس ديال العنبه. انا ما عنديش كاس ديال العنبه، درت هذا ولكن ما عمرتوش حتى الفم. درت كاس ديال العنبه
سنيده وكاس ديال الزيت. غادي نخدم البيض وسنيده مزيان، وهنايا قبيصه د الملحه باش نديرو ليكيليبغ في لوغو. ايوا نبقى نخلط البنات في هذا البيض. فالواحد هكذا الانسان راه هانتي زعما في الصباح تقضي فيه شحال من حاجه، يعني فاطمه تخلي الفقاس للعشيه ويدي لك العشيه اللي ترتاحي فيها وتجلسي مع وليداتك وداك الشيء. الانسان يدير الصباح كل شيء، الغدا هو كيطيب والفقاس ها هو تا هو كيوجد، حيت هو راه كياخد الوقت خاصو يتخلط، خاصو يتحمر التحميره الاولى وعادي تصبري عليه وتقطعيه وعاد نوضي تحمريه. يعني انا الحمد لله دوزتو عليا في الصباح نيشان، يعني على ما طابلي الفقاس الطيبه الاولى كان الخبز خمر درتو يطيب. مني ساليت الخبز صافي حتى كنت جات لقيت انني قطعته وحشيتو نيت الفران سخون وجمعت له وطويت له ولكن حتى الكميه ماشي كتير، هذاك الشيء علاش. ايوا انتم البنات نبقى نخلط هكذا في داك البيض. من بعد نزيد الكاس ديال الزيت في نفس الكاس عبرت به السنيدة والزيت. صافي نخدمو تا هو مزيان مع داك البيض والسكر. صافي البنات كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما خلطت داك الزيت والسكر والبيض بقيت كنضيف الزنجلان والنافع ديالي. فتقريبا درت واحد 4 المعالق ديال الزنجلان ومعلقه كبيره ديال النافع باش يجيني هكذا داك لوغو ديالو زوين. صافي غادي نبقى نخلط هكذا العناصر ديالي كامله، ومن بعد غادي نضيف الدقيق والدقيق حسب الخليط حتى نشوفوا القوام ديال العجين ديالنا متماسك، ما يكونش مدقص وما يكونش عاوتاني جاري. غنبقى نضيف الدقيق هكذا شويه بشويه، يعني ميزاني حتى نوصل للقوام ديال العجين اللي انا باغيه. وغادي نضيف له خماره وحده، فهنا بحال كنديروا نصف المقادير ديال كيلو. ايوا كيف كتشوفوا معايا البنات هانتوما هذا هو الفقاقيس ديالي. العجينه كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها. حاولت انني نخرج 3 ديال الحريبلات هكذا على شكل 3 ديال القطع، ما درتهمش غلاضين بزاف، درتهم رقاق حيت مازال غيخمروا في الفران. صافي كنحاول نقادهم نجيبهم كاملين مقادين. وخديت لاطا اللي غندخل الفران درت لها واحد البابي كويسون او لا بابي ديال الفوغ، وخديت هنا صفار بيضه مع نيس كافي اللي غادي نخلطهم هكذا باش كيعطوني داك اللون مذهب من الفوق، وغادي ندهن بهم الوجه ديال الفقاس. البنات كيجي زوين بزاف بزاف وساهل، راه ما خديليش الوقت كتير، يعني انا راني كنوجدو وانا مع الغداء وداك الشيء. راه الصراحه غير ما تعكزوش عليه وديروا هكذا لوليداتكم ياكلوه زوين بزاف. صافي هكذا بعد ما دهنت البيض الفقاس خديت فرشيط وغادي ندوز هكذا خطيطات غير من الفوق ماشي نبرك عليه حتى نهرسو،
وغادي ندخلو دابا للفران. الفران يكون مهيل مهيل البنات، وحاولوا انكم تخليوه شويه منفس باش هكذا ما كيتفرقعش الفقاص، وكيجي الصراحه القوام ديالو رائع ما كيتهرسش ليكم. فانا هذه هي لاستيس اللي كندير الفقاص باش ما كيضيعليش، كنخليه الفران منفس وكندير البوطه مهيله، يعني بحال تقولي على هي على شمعه، وكنشعلو غير من التحت حتى كيدخلوا الطياب وكنحس به انه طاب، عاد كنشعل لي من الفوق باش يتحمر لي. وهذا ما كان. ايوا هنايا البنات كانت اللوبيا ديالي صافي دخلها الطياب. شكون بحال يا البنات انتوما كديروا الماء هكذا فوق الكوكوت باش بلا ما تصفر؟ مهم ديما انا كنطلق عليها الماء باش ما تصفر لياش، بحال ما تخرجليش داك الدخان في الدار. هنايا البنات رميت عليها داك المطيشه اللي حكيت وبصيله، درت شويه ديال الربيع اللي كنت قطعته معكم في الفيديو اللي فات، كيجي هكذاك ساهل، شويه الملحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الفلفله حمراء ومليحه وبزيره وزيت بلديه وروميه، وصافي وغادي نمرق وغادي نسد عليها تكمل طيابها، وغادي نكون تنيت من اللوبيا توجد. كتجي صراحه زوينه بنينه بزاف، والا كانت شي مزيوده الواحد يضيفها انا ما عنديش، كتعطي هذاك البنه. ايوا وصافي. وها انتم البنات عندك حساب لكم، راني ما حد قالش هنا راني كنت عاجنه الخبيز ديالي، غير ما بغيتش نعاود نصوره لكم. الخبز ديالي كيف العاده، غير هذه المره درت نيشان في اللاطه اللي غادي نطيبوا فيها في الفران، درتو هكذا غنديروا زعما بحال زعما المخبازه. ايوا صافي كنكرصوا في شويه الفينو كيف ما كتشوفوا معايا، درت خبيزات صغيورين غير 4 راه تبارك الله كافينا، وصافي كيف كتشوفوا معايا. فانا هنايا البنات فزكت هكذا يدي ودوزت عليه من الفوق باش ندردر عليه داك مشات لي سميتو البنات، هذاك الصغير بوت مكور كان مشات لي سميتو، وهو وغادي ندير حتى شويه ديال الجنجلان باش يعطيهم واحد الشكيل كيجي زوين بزاف هكذا. والله الا مشات لي سميتو داك الكحيح الصغير، وغادي نقطعو هكذا بالموس بحال المخبزه زعما، ونخليه يخمر ونطيبو من بعد. ايوا ها نتوما البنات ها الفقاص ديالي كيفاش جا، كتشوفوا معايا جا غزال تبارك الله وما تشقق ما حتى شي حاجه. وها نتوما شفتوا كيفاش تنفخ، يعني راه درتو رقيق وتنفخ، يعني ديك الخماله نفخاتو جا رائع. ها نتوما انا قلبته باش تشوفوا بلي راه محمر كيجي غزال البنات، ولكن لاستيس هي الفران اللي قلت لكم كيبقى محلول منفس وخلاص غير قليل. هنا فزكت منديل وغطيته به. المهم البنات كندوز لكم من حاجه لحاجه، دوختكم معايا وكنمشي من لكم بالترتيب. هنايا كان فاش طاب لي الفقاص الطيبه الاولى دخلت الخبيز كنخمر، جا حساب معاه انتم البنات جا غزال زوين بزاف، جربوه هكذا. ومن بعد البنات صافي فاش فزق هكذا شويه بداك المنيديل بديت هكذا كنقطعو، فها نتوما كي كتشوفو معايا ما كيتهرس ما حتى شي حاجه، يعني ديك فريتيتات صغير بوتين من الجنب كيبقى غزال كيتقطع بسهوله بسهوله بسهوله. شفتو معايا ها نتوما انا نوريكم، يعني ما ضاعليش ما تفرتش لياش ما تهرش. ها نتوما غادي نستو هكذا في اللاطه باش نعاود ندخلو الفران باش يتحمر من الفوق ومن التحت هكذا، نبدا نقلبو حتى نوصل للتحميره اللي بغيت. وها انتم البنات الفقيقص ديالي كيفاش جا، جا غزال محمر مذهب ومقرمش كيف كتشوفوا معايا، راه عطاني كميه لا باس بها. هذا غير هكذا ستفت باش يجيني باين باش يبان لكم. ها انتم ما تعكزوش هكذا تجربوه، والانسان يدير شويه بشويه حتى يسالي باش ما يبقاش هكذا كيبرد.
ونتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. جا زوين مقوم بداك النافع والزنجلان. وهي ديال البنات الغديوه ديالي وجدات، كيف كتشوفوا معايا غادي نتغداو لوبيا جات. يا سلام يا سلام، ما شهيتكم فيها. ودرت هنايا شليضه اللي رافقتها، حتى هي هكذا الخضار فيها، الانسان مزيان ياكل دابا الخضار صحيين. درت قريعه وخيزو بطيطه والباربه، فانا فورتهم هكذا في الكسكاس باش يبقاو المنافع ديالهم. خلاص الباربه اللي سلقتها في الماء وصافي، درت لها زويته بلديه ومليحه وبزيره، وهذا ما كان. وخبيزي طلعت البنات للسطح بالتصوين، الريح الشميشة السما صافي زرقا. انا بالتصوين ديالي عودة التصوين، عاتي نشف بالريح، ما هنا نشف هكذا البنات. غادي يكون سهل الفيديو ديالي، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. والى اول مره كتشوفيني ولقيتي القناه ديالي، ما تنسيش تشتركي في القناه وتخلي لي واحد لايك وكومونتير، كيفرحني بزاف. شكرا لكم البنات على المتابعه ديالكم، وديما شعارنا نبقاو في ديورنا حتى يفرج الله ان شاء الله بحول الله. خليت لكم راحه، الى اللقاء.